سهرات رمضانية كنا ضيوف على قصر تحت الثقافة لكريم داري إماما، وشاهدنا باللي كان تجاوب مع الجمهور مع هذه السهرات، وهو جد متعطش لهذه السهرات. إن شاء الله يعني رمضان مازال باقي أيامات، اليوم ان شاء الله يكونوا هناك سهرات، ونتمنى لكل يعني المشاركين النجاح، وخاصه الفئه الناشئه اللي هي نعتبروها يعني جنرال فور نوتر ميوزيك فور نوتر كولتور. اولا نشكر الفرقه الناشئه على الاداء اللي قدمته للسهره، كذلك نشكر مدير قصر الثقافه اللي عرضنا ورحبوا بينا. كاين استقبال من طرف الاعضاء المؤسسه، وايضا كان كاين تجاوب من الجمهور كما الله يعطيهم الصحه اللي حضروا وشرفونا، ونتمنى هذه الجمعيه تذهب ولادها بالناس اللي راهم واقفين عليها. يتفضل معنا ايضا كل من سيد احمد محمدي انيس خلدون وعديل بابا احمد الذين كانوا بمشرفين على الجو، ما شاء الله عليهم، لاخذ صوره تذكاريه. سي بون Je remercie les encadrants ou Kamel Foualino ou autrement dit Kamel l'association Cheikh Mohamed Bouali. والكلمات والقصائد تتعدد والحروف تعجز عن إيفائكم حقكم. أعطونا تحية حرة أخرى. وبهذه الصورة التذكارية نكون قد أتينا إلى نهاية سهرتنا لهذه الليلة. هذه الليلة نضرب لكم موعدا حضورنا الكريم يوم الخميس بحول الله في سهرة فنية تقدمها لكم فرقة بابلون. إذا دمتم إذا دمتم ودمنا أوفياء وخير الختام. سلام وصحتكم. السلام عليكم، أنا مونغ من جمعية محمد بوعلي، واليوم عملنا سواغي في قصر الثقافة، دونك نشكر قصر الثقافة اللي ساهمت في هاد لاسواغي وعاونتنا وساهمت باش نكونوا اليوم حاضرين فيها،
ونشكر لي زونكادور تاعنا اللي وقفوا معنا وعاونونا وفريمون زعما قعدوا معنا ديزور ديزور باش زعما ننجحوا اليوم. وزعما جو بريفير تدخلوا عندنا باسكو فريمون يوقفوا معنا وفريمون يعلمونا ويعاملونا بزاف صوالح باش ننجحوا ويخليونا لا غلاف تاعهم. صح صحوركم.